النوع الثاني اللي هو دروبلت ترانسميشن، هو مثلا ممكن ينتقل عن طريق الرذاذ، مثلا واحد بيكح واحد بيعطس حاجات بالشكل ده كده. المايكرو اورجانيزمز بقى حجمها اكبر شويه، فما تقدرش تنتقل عن طريق الهواء. طبعا هي بتنتقل عن طريق الهواء بالديفيوجن، زي الديفيوجن في اي حاجه، زي يعني الديفيوجن اللي بيستعمل في حاجات كتيره الحقيقه، برضه نفس الفكره هنا برضه موجوده، بس هنا طبعا عشان حجم كبير فبيبقى الانتقال بيبقى بطيء جدا. ففكره ان هو يبقى موجود في الرذاذ وينتقل بالرذاذ، ان هو ينتقل معاه بسرعته بالمسافه اللي هو بيوصل لها، فممكن توصله لمدى ابعد شويه. وده مثلا على سبيل المثال مثلا انفلونزا فيروس. اوكي، فبنتكلم مثلا على ان الحل في حاجه زي كده يبقى البيشنت حط في سنجل روم. ممكن يبقى فيه كوهورت ايزوليشن، لو احنا مثلا كنا عايزين نعمل يعني غرفه فيها كذا حد يبقى كلهم نفس المرض، ما يبقاش فيه اختلاف، ما يبقاش فيه اختلاف في امراض مختلفه. وبنحاول دايما نخلي 1 متر between infectious patients and other patients، يعني بمعنى لازم يبقى في مسافه 1 متر نحافظ عليها، علشان هي دي اللي بتمنع الدروبلت انها توصل للبيشنت الثاني. فمعنى كده لو ما وصلتلوش الدروبلت يبقى معنى كده مش هيوصل له المرض، فاحنا بنحاول نحط مسافه، والمسافه دي بتبقى يعني 1 متر بتبقى كافيه جدا. لو في حد محتاج ان هو يقرب من البيشنت، فرضا مثلا هيئه تمريض او وات ايفر محتاجين يقربوا من البيشنت اقل من متر، لازم يبقى في ماوث اند نوز بروتكشن، لازم يبقى في كفر للفم والانف، علشان تمنع الرذاذ ده ان هو ينتقل لداخل الجسم عن طريق ان هو يباي باس الجزء اللي فيه السكين او الجزء اللي فيه الميوكس ميمبرين. فبيسكلي هي دي الحاجات الاساسيه اللي احنا بنعملها بالنسبه للدروبلت ترانسميشن.